بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبكم جميعا، إني مستعد نفتح مستشفيات في جميع أنحاء العالم نخدمكم في سبيل الله. والله هدفي ناس يرجع إلى الله، ليس هدفي المال والنساء والشهرة والسلطة. تعالجوا إلى توحيد وعلى منهاج الله، رجعوا إلى الإسلام، توبوا إلى الله، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحبكم وصلنا من حبي. يا أخواني، آخر رسالة كل بشرية الإسلام، وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.